بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم قصتنا غريبة شوي، بدنا نحكي عن قصة صندوق البريد. هذا الصندوق في زيه في نابلس بس أربعة، صندوق من الزمن الإنجليزي، من زمن الإنجليز، وتم المحافظة عليه من تلك الأيام إلى اليوم. كان مستخدم ولفترة قصيرة أو قريبة تم الاستغناء عنه بعد ظهور أشكال متطورة من البريد. هذا المكان بشكل عام هي وزارة الأشغال، بعد إعادة ترميمها تم الحفاظ عليه، تم ترميم كل شيء جديد وبقي هذا الصندوق الإنجليزي. الأستاذ طارق زياد عاشور، وهو مدير العلاقات العامة في بريد نابلس، بدي يحدثنا عنه. يعطيك العافية. الله يعافيك الأستاذ سامر. يعني رغم كل شيء بقي هذا الصندوق. طبعا هذا شاهد على حقبة تاريخية مهمة مر في البلد ومر في البريد الفلسطيني. يا سيدي، هذا قصته باختصار انه في هنالك اربع صناديق موجوده حوالين البلد القديمه. اذا بدك بذكرك اياهم، في واحد كان غرب المدينه اللي هو عند شويتره بالقرب من مقهى الهموز او مكتبه البلديه، في كمان واحد في وسط البلد في قرب جامع النصر، في واحد شرق البلد اللي هو عند جامع الكبير، في واحد هون عند المحافظة نابلس موجود عندنا. طبعا لا شك انه هذا بدل على حقبة زمنية معينة، هي الحقبة البريطانية. اذا بنلاحظ هون استاذ سامر محطوط جي ار بترمز للملك جورج الخامس، وهو ملك بريطانيا. تمام، هذا بال 1930 حكم هاي الفترة. وفي صناديق ثانية محطوط 90 سنة تقريبا. في كمان محطوط في ار، هي الملكة فيكتوريا، اقدم شوي. وفي كمان صندوق اي ار اللي هي الملكة اليزابيث، كمان في المنتشرة هي مش بفلسطين يعني كقاطبة. في مشهور او في عدة صناديق برضه موجودة ضمن المحافظات، لأذكرها هيك على السريع، اللي هو بيت لحم، طبعا مدينة قديمة موجود فيها، طبعا القدس، طبعا الرملة، طبعا يافا، طبعا رام الله والبيرة، في بجنين في موجود، وأنا مش متذكر كمان كل هذا، بس بعطيك يعني على سبيل المثال للحصر. طبعا هو متوقف تماما عن الاستخدام. طبعا كان لفترة زمنية معينة، يمكن بالتسعينات أو أواخر الثمانينات اتوقف هذا. ثاني شيء ما ننسى أنه عندما دخل الإسرائيليين للبلد قاموا بتكسيرهم كمان، يعني الموجودين في البلد مكسرين. الموجودين في البلد مكسرين. ممارسات الاحتلال الإسرائيلي كان يتعمد لتكسيره. احنا بدنا نشكر كمان بلدية نابلس، قامت في والأشغال تمام قاموا في ترميم بعض هاي الصناديق ودهنها. اذا بتلاحظ هذا مدهون جديد على الموجود، فكل يعني مع إزالة المبنى القديم ضل هذا الصندوق، ضل هذا. ما حدا فيكم جرب عفوا انه يجرب يفتحه؟ لا، لانه يعني هلا عندنا صناديق بريد ثانيه صار بدالها، راح نصور انا وياك فيها، اللي هي على الارقام الموجوده في البريد، اللي هي خدمه تاجير صناديق البريد الموجوده. يعني صارت هي موجوده وصار المواطن، اي مواطن بيقدر يستعمل. كيف كان يعمل، يعني كيف المواطن كان سيدي يستعمل. هون كان في عنا رسائل، اول شيء رسائل، ثانيا كان البوست كارد، هذول الاوتوغراف بسموهم، تمام، انه بتحط السياح كمان كانوا يجوا يستعملوهم يبعثوهم لدول العالم، كانت المراسلات هي تتم. واضح انه هم تقدر ندخل تنين. هم في مفتاح بيجي كل يوم ساعة البريد على البسكليت التقليدي، بيفتحهم وبطول الرسائل وبتم يعني عرضهم او وصولهم للمرسل اليه الموجود. يعني انتم حافظتوا عليه من باب انه شيء اليوم تراث للبلد وتراث للبريد. صحيح، لهي المرحله الانجليزيه اللي كانت موجوده عندنا. واليوم في تطور انه التواصل الالكتروني اسهل اليوم صار في. طبعا احنا البريد الفلسطيني مواكب لكل وموائم لكل التطورات اللي صارت. وهلا ممكن اذكر لك المراحل اللي مر عليهم البريد الفلسطيني عشان اذكر لك وين صرنا. اول مرحله او بدايه البريد الفلسطيني كان في مرحله العثمانيين. بدا البريد الفلسطيني عام 1840، 1800 بتحكي اكثر من 170 سنه تقريبا. تمام، بدا عمله البريد او صار في بالحقبه العثمانيه صار في شغله ثانيه، اللي هو فتح سبع مكاتب بريد رئيسيه من ضمنها نابلس والقدس، يعني من ضمن هذول الاماكن السبع اماكن. ظلت مستمره العثمانيين لحتى اجوا الانجليز. زمن الانتداب البريطاني بلش بال 1918، تحمل اسم فلسطين بثلاث لغات، العربيه والانجليزيه والعبريه. ثاني شغله مهمه، صدر قانون مهم اللي هو قانون 115 اللي هو نظم
البريد الصادر والوارد بسموه قانون البرق والبريد، تمام. وثالث شغلة لو إنشاء هذول صناديق البريد اللي شايف، ظلت مستمرة حقبة البريطانيين لعام 1948 عندما احتلت الإسرائيل. هون انقسم البريد لقسمين، قسم كان بالشطر غزة، شطر الوطن غزة كان تحت الإدارة المصرية، شطر الضفة كان تحت الإدارة الأردنية. ظلت هاي الفترة عندما اجتاحت إسرائيل 67 صار في خضوع للبريد تحت الإدارة الإسرائيلية بشكل عام. صحيح. المرحلة الخامسة والأخيرة هي قدوم السلطة. قدوم السلطة شهدت التطور الكبير وعدة أشياء. خلينا أقول أول شغلة، لو أول شيء دخول فلسطين للاتحاد العالمي للبريد في العام 1999، هذا من ضمن الأشياء المهمة. اثنين، أصدرنا طوابع بريدية بيهتة، خلص تحط يعني أول طابع كان ذكرى 50 لجامعة الدول العربية، في طابع كمان صورة الرئيس القائد أبو عمار، وفي صورة كمان كانت أو طابع للأعلام الفلسطينية، فشفت وين التحول. وثالث شيء طبعا دخل، لما دخلت في الاتحاد العالمي للبريد دخل في موائمة وفي مواكبة لكل التطورات العالمية الموجودة عندنا. وكمان احنا انت حكيت على التطور، قلت لك هلا راح اجي عليه. بعد 2019 يعني في قدوم معالي الدكتور اسحاق صدر وزير الاتصالات تكنولوجيا المعلومات، صار في موائمة دولية ومواكبة لكل هاي التطورات، من ضمنها استحداث الترميز البريدي. وزارة الاتصالات والإدارة العامة للبريد رمزت فلسطين كاملة، كل رقم، يعني هذا المبنى له رقم، ورقم بيتي له رقم، ورقم بيتك له رقم، تمام. وترسخ هذا الاشي من اعتماده في الاتحاد العالمي للبريد، واخذنا شهادة العام فيه على المعيار S42. هذا المعيار بفيد انه فلسطين زي باقي دول العالم كانت. والحلو بالموضوع انه هاي الشهادة 7 دول ماخذينها عربية، فلسطين 7 من اصل 6. يعني شوف هذا التطورات. اثنين، انشأنا بنك البريد. اليوم كنت عندي في زيارة لمكتب البريد، فشفت العدد من اخوان وحبايبنا نهال الشهداء والأسرى والجرحى، هاي الفئة المهمة للمجتمع الموجود. احترام، واحنا بدنا زيارات ان شاء الله وتقارير توثق هذا التاريخ. شكرا استاذ طارق، شكرا. اذا هو من صندوق حديدي في الحيط في الحائط مزروع الى اليوم اللي ذكر عنه التطور الهائل اللي وصل له البريد البريد الفلسطيني، قصة تمتد عبر اكثر من 200 عام او ما يقارب من 200 عام. كانت هاي الرسالة لوكالة جي ميديا سامري خويري نابلس.